النقد والإدانة، هو في فرق بينهم كتير قوي. النقد زي ما حضرتك بتقول إن صاحب شغل مثلا وعنده مرؤوسيه له حق إن هو يوجههم ويوبخهم لو عملوا حاجة خطأ، ويقول لهم إن أنتوا وقعتوا في خطأ ولازم، وممكن يعاقبهم كمان. تمام. فهو له حكم عليهم هنا. فالنقد إن أنا ليا الحكم على الناس اللي تحت إيدي، زي الأب وابنه. الأب لما ابنه يغلط فله الحق إن هو يروده ويعدل من سلوكه ويوبخه ويؤدبه عشان يصلح من حاله. لكن هنا أنا مش بيدينه، ده هو بينقد الفعل اللي هو بيعمله. زي المدرس برضو مع طلبة بتوعه، زي الخادم في الكنيسة والمخدومين بتوعه. لو حد أخطأ فهو له الحكم هنا إن هو ينقدهم ويعمل استرس على الخطأ اللي هو عمله عشان يعدلوا من نفسهم ويقومهم. فهو هنا ده النقد. أما الإدانة أنا ماليش حق على الآخر إن أنا أدين أفعاله. بس إحنا بنبرر الإدانة بإن ده نقد، يعني إحنا اللي بنحول المفاهيم. إحنا بقى اللي بنحول. ونحطها في القالب أو الشكل إحنا عاوزينه، يعني أنا هقول مثلا الحما مع مرات ابنها، السلايف مع بعض، الأصدقاء أو زمالة الشغل، وغيرها على مستوى العلاقات الإنسانية اللي ممكن تكون موجودة مختلفة، لكن أنا بدين ومش عاجبني وبقول أقول إيه ده نقد يعني. هنا لو مش من حقي إن أنا أدين يبقى دي إدانة. لو علي حكم أو سلطة على اللي تحت إيدي أو ليا أو موضعي، إذا كان في عمل أو إذا كنت أنا أب أو إذا كنت خادم أمين خدمة أو ليا الحكم إن أنا مش أدين، بقى هقول هنقد العمل اللي تحت المرؤوسين اللي تحت إيدي، يبقى هنا ده نقد. لكن ماليش حق إن أنقد حد أو الآخر في أفعاله ما دمت أنا ماليش حق إن أنقد.